زهرة عيد الميلاد اللي بتنتشر في موسم الأعياد وخصوصي بالكريسماس، يمكن احنا كتير بنشوفها عادة بهذا الموسم، فرح نتعرف عليها أكثر مع المهندس أمل القيمري. صباح الخير يا أمل. صباح الخير. كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. الله يخليكي. تمام. إيش هالورد الحلو أحمر على هالصبح، يعني جد فتحتي لنا نفسنا على الورد. إشي غير شكل، لازم أروح أخذ لي وردة معي. أحسابك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. زي ما قلت أمل، هي زهرة الكريسماس معروفة بالنجمة أكثر لأنه شكلها هيك زي النجمة، بس بفترة الشتاء بنشوفها أكثر شيء، هي لأنه بالفعل هي موسمية بس فترة الشتاء بتكون. هلا شوفي، هون احنا مشان هيك جبنا البونسيتيا. بونسيتيا أو زهرة الكريسماس أو نجمة الكريسماس، وبالأصل بونسيتيا هو الكومون نيم أو الاسم المتعارف عليه، لكن الاسم العلمي تبعها يوفوربيا بانشيريما. هلا هذا الاسم اللي هو الاصلي لها، فهي اصلا يوفوربيا. هلا هاي النبته زي ما احنا بنعرف بنزين فيها احنا عشان الكريسماس. هلا الاصل بهاي النبته انها مش حوليه. يعني احنا اصلا فكره ان جبناها اليوم مشان نوضح لمشاهدينا كيف ممكن يحافظوا عليها للسنه الجاي. اوكي. ومن التجربه في كتير بيوت فيها بونسيتياز وعاشت لسنوات وبتضل كل سنة تحمر بنفس الوقت وقت الكريسماس. احنا حنحكي أكثر عن التكاثر وكيف ممكن. بس حاب أعرف منك بالأول، هي مصدرها هولندي؟ لا، من هولندا. هو الأصل أصلها من المكسيك. من المكسيك. أول حدا بلش ينتجها بأمريكا. هلأ كإنتاج هلأ بالسوق هولندي طبيعي. وموجودة بكل البلاد، حتى بمصر من 1860 إذا بتقرأي بلشوا ينتجوها. تخيلي. حلو. وبالأردن عم بنتجوها. وبالأردن عم تنتج. منطقة الأغوار تحديدا. بالضبط. صح. لكن احمرارها ما بيكون زي اللي بتيجينا من هولندا. يمكن الطقس، بتعرفي فروقات الطقس بتأثر. لكن الفكرة من الموضوع أنه أنا هلأ زينت، هلا في معنى على فكره اللون الزهري يمكن شوي جديده على المشاهدين. هاي اردنيه اكيد. الزهري. لا. كلها مستورده. عم تقولي اختلاف باللون. لا، اللون هاي هي زهر مش احمر فاتح. هي عرفتي هيك. بس مش متعارف انها لونها الزهر. بالزبط. عاده وفي الابيض احمر اكثر. في ناس هلا ما بتزين بالاحمر، بتزين بالابيض. خلص يعني كل حدا ايش بحب، سبحان حسب الله شو بحب. بالضبط. فالفكره انه انا هلا زينت لوقت الكريسماس وخلص العيد، بعد هيك أكيد أنا يعني بضمن لك إنها رح تتعب البونسيتيا. يعني نص واحد بعد آخر واحد قد ما صمدت، يعني أسبوعين تقعد أكثر. لا، أكثر أكثر. شهر نص واحد بعد. هلأ ما هي حسب إمتى إجت وقديش صار لها عندك بالبيت. هلأ في ناس بلشوا، هي بلشت تفوت على البلد بأول 12، في ناس من أول 12 حطها في بيته، في ناس لسه ما حطش البونسيتا، يعني عرفتي. لكن هي اكيد بتقعد لها شهر بطريقه حلوه، يعني بتكون هلت. وبرضه يمكن بيعتمد كيف نعتني فيها حتى انها تطول اكثر، يعني ولا ما لها علاقه هاي الاعتناء. لا لا، بالعكس. اشعه الشمس ما تكونش عليها. بالمحصله هي نبته لها جذر ولها ساق ولها نبته طبيعيه. فانا اذا ما حافظت عليها واعطيتها الاجواء الملائمه لها اكيد ما رح تحكي لنا على الاجواء الملائمه. هلا بدنا نعرف منك. بس اخر شيء انه يعني كنت عم بحكي انه في منها ابيض كمان للي بحب. هلا خلصنا العيد، تعبت البونسيتا، تعبت بلشت تنزل ورق بطريقة طبيعية، لأنه في هلأ رح نحكي عن الأشياء اللي بتصير لها، بتنزل ورق بس بطريقة مختلفة. بتتعب كتير، بتبطل منظرها لائق إنها تضل عندي عشان لا بالبيت ولا العيد، يعني حتى لو بدي أحتفظ فيها في كإندور بلانت ما رح تزبط. باجي باخد نبتتي، هلأ حتكون هي طبيعي تعبت وقت العيد. أول شيء بعمله اني بدي اغير القوار الاصلي تبعها. اوكي. هلا هذا قوارها، طبعا انا اللي معي هاي حجم صغير شوي. هلا عم تحكي انت ما بعد بعدين بلشت تتعب. وهي هاي اوريدي اصلا شوي تعبانه النبته اللي معي، يمكن انا بصراحه حاولت اجيبها. لو انه اول ما جبناها كانت بهذا القوار وبدنا نشيلها ونحطها بقوار ثاني، ما بيأثر ابدا؟ ما بيأثر عليها؟ ما في مشكله. هلا هاي القوار تبعها الاصلي. وهاي حجم صغير، هلا بيجي منها هي حجم اكبر. فانت ايش بدك عندك بالبيت ديكور معين، ايش يعني في هدف للتزيين انت بتستعمليها. هلا باخذها من قوارها وبغير تربتها. اوكي. اوكي، بحطها بقوار اكبر. بحط لها بيتموس وبغير الترابه تبعتها. هلا بنيجي للقص، بنيجي بنقصها تقريبا، بناخذ التلت من فوق او حتى النص. وبنحطها بالقوار. صار عندنا الترابه جديده، صار عندنا النبته انقصت،
هلا المفروض اسمد بعد هيك يعني بعد ما نقلتها بدي ابلش ببرنامج تسميد للبونسيتا. هلا الموضوع يمكن انا عم بحكي بكثير تفاصيل بتفكري صعب بس هو مش صعب سهل. طب هلا معلش بس اختلاف التربه ما بيأثر عليها؟ لا 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 نهائيا لا بالعكس انت يعني هديك تربه مستهلكه، احنا الهدف انه انا نبتتي بدي اكبرها بدي احطها بميديا جديده بترابه جديده، فابدا مش غلط بالعكس انت احسن اذا غيرتيها بس بالبيتموس ما نحطهاش بترابه. هلا بعد هيك بدي اسمدها وبدي احطها بموقع مناسب هي بتحبه، هلا بنحكي عن احتياجاتها مشان نعرف وين نحطها. ببرنامج التسميد اللي بدي امشي عليه هلا اولها اول ما ننقلها اول شهر شهرين بلاش السماد، بعد ما نحس انها زي ما بقولوا ضربت شرش بالقوار بالعاميه نحط لها سماد بنبلش نسمد. مش فورا يعني لانها بعد شهر بتحسي انت يا اما البونسيتيا زبطت عندك يا اما خلص وقفت ما عم تزبط معاكي. وارد الجهتين يعني بدي اتوقع هيك بدي اتوقع هيك. والاصل انه هم ببيعوها بسعر شوي مناسب. ليه؟ لأنه أقول لك أسعارها شوي غالية ولا لا؟ مش شرط. يعني موضوع غالي ورخيص نسبي لكن بشكل عام مش إنها كتير غالية ما أقدرش أشتريها. لأنه معروف إنه زي ما أنت كيف بلشتي الفقرة إنه هي ما بتعيش أمل أنا بدي أغيرها. فالفكرة إنه هي بيعتبروها إنه زهرة قطف يعني بتضل عندي بعدين بتروح. بس صراحة للي بيجيب عدد من البونسيتياز وبيكونوا عنده بزين مش غلط إني أحتفظ وأخلي للسنة الجاي، حتى لو ما أعطتني الحمار القوي بجيب مثلا السنة اللي وراها عدد أقل ما بحتاج العدد الكبير. صح. هلأ بعد ما سمدناها بتضل للموسم الجاي بدي أضل باستمرار أحافظ على احتياجاتها. هلأ بدنا نحكي عن احتياجاتها عشان نعرف بعدين كيف نحطها. جبتها أنا على البيت أول شيء بدها إضاءة وابدا مش شمس مباشره ابدا لانه الشمس المباشره بتحرقها، فهي بدها تكون بموقع ضوء قوي وانه يكفيها. ثاني نقطه كثير مهمه في البونسيتياز اللي هي موضوع الميه. اكزاكتلي. هلا البونسيتيا انا بقدر اسقيها اذا كانت عندي بقوار زي هيك، احنا وضحنا لمشاهدينا اكثر من مره انه بقدر احطها بصحن واسقيه، وهي الطريقه الاحسن والاريح للنبته. هلا مش تحط المي قبل صحن مش بشكل مباشر، تاخذ حاجتها المي عليها بعدين. انا بحس من فوق التوب تبعها اذا كانت رطبه معناته خلص ما بخليها بالمي. بعد ما تاخذ احتياجاتها على طول بشيلها من الصحن. ما تخليها بالصحن اللي فيه المي. ليه؟ لانه اذا ضلت بالمي حتعفن على طول او حتدبل. هلا اذا دبلت حتوقع ورق على السريع. هلا في تريك صغيره بالبونسيتيا، احنا دائما بنقول النبته اما بتحب المي او ما بتحب. البونسيتا يا اما يعني لا بتحب تعطش ولا بتحب ترتوي، ولا بتحب المي زياده. بين الريه والثانيه بدنا نرويها يعني بدنا ما نعطشها، يعني دائما هذا التوب تبعها لازم يكون رطب. يعني هو السر بانك دائما تحسي تلاقي فيه انه في رطوبه بالضبط، عرفتي؟ بس ما يكون منقعه مي لا اكيد حتعفن. هلا اذا ضلت بالضبط حتعفن وحتوقع ورق بالضبط. فبتبطل انت قادره تستعمليها زي ما انت حابه، ومهما تحاولي تنقذيها ما في مجال خلص بتكون. هاي النقطه على فكره نقطه هاي كثير مهمه. هلا اذا انا بدي اياها بالعيد السنه وعملتها غلط وقعت ورقها ما اتوقع انها رح تطلع لي ورق خلص نهائيا. هلا بدي ارجع اقصها واعمل عشان للسنه الجاي. فضروري بدها شويه عنايه، ومش غلط هالشهرين زمان اتعب شوي عشان اخذ المنظر اللي انت شايفتيه. يعني هي مستاهله هذا التعب طبعا صراحة. اكيد. هلا اسلوب التكاثر فيها، يعني حابه اعرف انه كيف ممكن المزارعين. هلا احنا عندنا بالاغوار زي ما قلت في نسبه انتاج عالي يعني، بس احنا مش قد يعني اللي بيستوردوه اكيد كميه كبيره اللي بيستوردوها يعني. بس نوعا ما عم بيحاولوا المزارعين. احنا عم نحكي عن البونسيتيا يعني البونسيتيا. ما نحكيش عن كل شيء. لا عم نحكي عن البونسيتيا اللي هي زهره الكريسماس. فانتاجها هالقد مكلف، هالقد بحاجه لوقت؟ شوفي هو اولا جونا مش كتير بخليها تصير حمراء. ثانيا بدها عنايه ومراقبه باستمرار. موضوع اكثارها شوفي صراحه هو بصير عندنا بالبلد تكبير لها مش اكثار. يعني هي بتيجينا فسائل صغيره وبكبروها. هذا اللي بعرفه، بس اكيد في كمان طريقه ثانيه للاكثار. هلا ممكن ناخذ ستيم كاتينج اللي هي احنا دائما بنقول اللي هي العقله الصغيره بعد ما يوقع الورق ونكاثرها. لكن انا اقول لك عن تجربه زبطت معي او انا جربتها ما جربتها، لكن اكيد هي لانه العرق تبعها طري
فإحنا بنقدر نقص ونعقل منها. أيوة. حتى ست البيت بالبيت بتقدر تعملها. لازم يعني نحاول. ليش لا؟ ما هي موجودة وأنا أوريدي راح أقصها. يعني بعد ما تخلص بدأ أقصها، فمش غلط أكاثر منها. هاي اللي عم نشوفها النبتة الثانية هي نفسها بس بشكل مختلف ولا كيف؟ لا هاي كومبليتلي مختلفة. أيوة. بس أنا بصراحة لأنها حمراء حبيت أجيبها. إيش هاي النبتة؟ هاي اسمها جوزمانيا. بنصح الكل يزرع منها. هلا في منها أصفر، في منها أبيض، في الأحمر، في يمكن على زهر شوي. نبتة الجوزمانيا نبتة كتير 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 سهلة، ما بتحب المي أبداً. بتحب تعطش أكتر ما تاخد مي زيادة. زهرتها ممكن تضل شهرين وثلاثة. إحنا جبناها بس مشان اللون، ومشان إذا حابب حدا يزين بهذا اللون بهذا الوقت. هلا بعد الشهرين والثلاثة والأكتر. تعيش فترة الزهرة ولا النبتة؟ النبتة والزهرة. هلأ بدي أقول لك، هلأ بعد الشهرين والثلاثة بس تطفي الزهرة، راح أقص الراس من تحت. وراح يضل الخضار بس ما في زهرة تانية. أوكي. فهي هاي الفكرة فيها. إنه بتعطي زهرة لوقت طويل وبعديها ما في زهرة تختفي. بس بتعطي بنتها، بتعطي نبتة جديدة جنبها. هي اللي راح تفرع من جنب. اكزاكتلي. حلو كتير. بدي ارجع للبونسيتا واكد هون انه لان سمعت عنها انها هي سامه نوعا ما، يعني اذا حدا داق الورق تبعها او شيء ممكن تكون سامه، صح او لا؟ هلا في لما تقراي عن السميه تبعتها مش كتير إشي خطير، مش زي ما لما بنحكي عن الدفن باخيه، لكن كإشي أتراكت هيك أتراكتيف. لما بتطلعي ممكن طفل يجي على باله ياكل، او لا سمح الله طبعا بعيد الشر عن الجميع، ممكن تعمل زي استفراغ. إذا لا سمح الله تاكلت. هلأ لما بتقطع العرق منها بنزل منها مادة بيضة، كيف لما بتقطع عرق تين أو حبة تين. هاي المادة ممكن تعمل نوع من الحساسية إذا إجت على إيدينا. أوكي. لكن مش السمية اللي بتخوف كتير. ويفضل أنا نبعدها عن الأطفال، هذا أهم شيء. يفضل الأطفال اللي في أليرجي معينة منها بالزبط. يعني ممكن تأذي. أنا بدي أشكرك أكيد ست أمال، وكل الشكر لإلك وكل هالمعلومات اللي قدمتنا إياها. رح نستمر بفقرات دنيا يا دنيا بعد الفاصل أكيد مع رندا وضيفتها، فخليكم معنا.